أن تكون قد تعبت من المشي يا أستاذ. أنا؟ بالعكس، فأنا أحب التمشي على مهل حتى أمتع بصري بمشاهد قصور النحويين في هذا الشارع الأنيق البديع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى معك ضيفا غريبا يا آنسة القواعد. نعم، إنه أستاذ القواعد، يدرس القواعد والنحو في مدرسة من مدارس القرن 15 للهجرة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بعدنا بحوالي 1200 سنة. ما يكون حضرته؟ كنت أحسبك عرفته، إنه واحد من النحويين الكبار. ولكن لماذا ترتجف يا سيدي؟ من البرد يا سيدي، من البرد. عرفتك، أنت المبرد. المبرد. كيف عرفت ذلك؟ أهلا أهلا بأبي العباس، مؤلف كتابي الكامل. يا لحسن حظي إن كتابك الكامل ما يزال كاملا وسيبقى من أعظم المراجع اللغوية. ولكن خبرني يا سيدي، كيف ألفت ذلك الكتاب البديع؟ أقصد كم استغرق معك من وقت وكم بذلت فيه من جهد؟